ما عنده حل، كان يا اما بده ينتحر، ما كان معه لا سلاح ولا كان معه قنابل ولا كان معه مفجرات، اخذ حقه هو، ما سرق ولا فلس زياده من البنك، واخذ ورقه من البنك مثل كانه ريسيت يعني. كان مسافر بفنزويلا، راح من هون ليفتح شغل ليأسس مستقبل لإله، فبتعرف انت الاوضاع هونيك تدهورت. جرب يفتح كذا مصلحه هونيك ما مشي الحال. لما خلص لقى انه عم يخسر مصرياته على الفاضي هونيك، قرر انه يجي على لبنان يستثمر هون. باع شقفة ارض بقيمة 400 الف دولار وحطها بالبنك بال 2019، حطهم بالبنك كرمال يستثمر ويفتح فيهم محل وشغل لإله. اجت الثورة سكرت البنوكي، صارت البنوكي ما بقى تعطي مصاري، فاضطر مثله مثل اي لبناني انه يسحب وديعته من البنك بتشيك بنكير على سعر اكيد اقل بكتير من اللازم، بس انه كان راضيان، قال شو ما كان بيضل يقطع حاله. عنده محل خضرة بتعونية ابلياس، وفتح كيوسك اكسبرس قهوة مشروبات وهالاشياء على الطريق العام. يعني بتعرف انت الوضع هلأ بلبنان ما انه منيح ابدا، والبنك ما كان يعطيه مصاري، وعليه كتير ناس يعني العالم بدها منه مصاري من المحل الخضرة التجار، لانه اشترى منهم بالصيفية. وبتعرف هلأ غلي الدولار، كنا بأساس 20 ألف صار 33 ألف، ففرقت كتير معه على الدولار، صار مضطر لمصاري. يعني كان بوضع عن جد مأساوي. من فترة تقريبا شهر شهر ونص انسرق المحل الكيوسك، انسرق بقيمة 10 آلاف ل 15 ألف دولار، فهو مضطر كان انه يرجع يحط غراض بالمحل ليكفي بمصلحته، لانه ما في يوقفها، هاي مصلحته بالنهاية. فهذا الشيء كمان مثل زاد الخنقة، انه اجت السرقة ومحل الخضرة بده يدفع اجار المحل، بده يدفع للعمال، بده يدفع للتجار، فهذا الشيء صار عبء كتير عليه. يعني ما كانت اول مرة بروح على البنك يوم اللي صارت الحادثة، كان محاول قبل كتير. يعني صار عنده عوز شديد للمصاري، راح على البنك وقال لهم بدي اياهم ولو بتشيك بنكر انا قبلان فيهم، ولو بقيمة اقل انا قبلان، بس انه اخذ مصرياتي. البنك مثل عادي قال لا. فراح يعني وصار اللي صار. يعني حسب ما سمعنا كمان انه لما عبد الله فات على البنك كان في ولاد صغار مع اهليهم بالبنك، فعبد الله فات وقعد بقاعة الانتظار بدون ما يعمل اي شيء قبل ما يأكد ان الاولاد طلعوا. هذا الشيء بدل انه هو منه رايح يأذي، منه رايح يسبب شيء لحدا من الموظفين او من العالم اللي موجود جوا، هو رايح يحصل على حقه مش اكتر من هيك. وما سرق يعني، اخذ حقه، لانه لو سرق كان اخذ دولار زيادة بالقليلة عن 50 ألف اللي اخذها، هو اخذ بس حقه الموجود، واخذ ورقه من البنك مثل كانه ريسيت، يعني انه هو استلم من البنك 50 ألف دولار. فهذا الريسيت ما بيعتبر لانه سرقه ولانه نهب ولا احتيال، هذا انا مصرياتي بالبنك اخذتهم مع وصل ممضي، فما بعرف باي طريقه حطوها انه سرقه ونهبوا. بعد منها كان معه شنطه كانت تحتوي على بنزين، ماده البنزين، بس ما كان معه لا سلاح ولا كان معه قنابل ولا كان معه مفجرات مثل ما في بعض وسائل إعلامية قالت، وفي أكيد موظفين البنك قادرين إنه يعني يوضحوا هذا الشيء، وهني قرد يوضحوا، وفي كاميرات بالبنك بتأكد إنه ما كان في لا سلاح ولا قنابل ولا مفجرات، كان في بس أناني بنزين. عبد الله من بعد ما سلم المصاري لعائلته، عبد الله طلع وسلم حاله للقوى الأمنية، وهلأ بعده بالتحقيق. يعني ما بين شيء، بعده الملف تعوله مفتوح، التحقيق ماشي وما تبين شيء بعد، ناطرين القرار. هيك هو اضطر، يعني ما عنده حل، كان يا أما بده ينتحر مثل ما غيره كتير سمعنا بلبنان عمل هيك، لأنه ما قادر يعطي ولاده، أو أنه بده يروح يسرق، وهذا الشيء أكيد نستبعده لأنه عبد الله منه هيك. ويا اما يمكن القرار اللي هو اخده انه راح على البنك واخذ حقه بايده، اخذ حقه هو، ما سرق ولا فلس زياده من البنك ولا تعرض لحدا.